السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مسدس HVLB، يعني إيه مسدس أو فرد دهان HVLB. بصوا يا رجالة، أنواع المسدسات كتيرة، في حاجة اسمها HVLB وحاجة اسمها ترانستيك وحاجة اسمها RB وحاجة اسمها LVLB وحاجة اسمها LVMB. ان شاء الله الكلام ده هتلاقوه يعني مشروح كده هون مجمع مع بعضه فيديو لوحده، هتلاقوه ان شاء الله في التعليق المثبت بتاع الفيديو ده، هنعمل بينهم مقارنه يعني. ولكن في الفيديو ده ان شاء الله هنوضح ايه هو ال HVLB، لان ده المسدس المشهور المتعارف عليه. بصوا يا رجاله، المسميات او المصطلحات اللي انتوا سمعتوها او المصطلح بتاع HVLB ده اختصار لكلمه هاي فوليوم لو بريشر. هاي فوليوم ديا يعني اللي مقصود بيه هاي فوليوم، يعني كميه كبيره او حجم كبير من الهواء، حجم كبير من الهواء او ضغط عالي من الهواء او ضغط معين من الهواء بيدخل هنا. هو بيدخل هنا مثلا 2 بار، دخل في المكان ده ضغط هواء 2 بار. احنا عارفين الكمبريسور بتاعنا، ادي الموتور بيكبس هواء، المكنة هنا شغالة، وهنا بيكون فيه عداد منظم هواء. انت بتحط الفيشة بتاعت الكمبرسور وتشغل، بيبدأ ان العداد ده يقعد يزيد 1 2 3 4 5 6 لغاية ما يوصل لستة مثلا، تمام، لغاية ما يوصل لستة بار. بعد ما بيوصل للستة بار دول بتبدأ ان انت تجيب الهواء اللي هو بيكون طرفين، طرف في الكمبرسور نفسه وطرف بيكون في المسدس، تمام؟ طيب الهواء بيفضل ماشي لغايه ما يوصل هنا. قبل ما بنركب المسدس في المكان في الوصله دي بيكون في ساعه تانية اخت دي زي دي بتركب هنا اهوت، علشان خاطر عن طريقها نقدر بقى نتحكم في الهواء اللي هيدخل للمسدس. طيب يعني الهواء جه هنا، التمانية بار جوم هنا اهو، ممكن يقل شويه نتيجه طول الخرطوم او بعد المسافه. هنفرض ان هو اللي جه 8 بار زي ما هو ضاغط في الكمبريسور بتاع الهواء. طبعا الهواء 8 بار دول زادوا لما الهواء بدا يشتغل في الموتور، الهواء ده ملى الخزان فضغط 8 بار، يعني لو قعدنا نفضي في الخزان ال 8 بار هيقلوا، هو اشتغل ملى على الاخر ضغط 8 بار. طيب هنيجي احنا بقى نركب المسدس فين؟ في العداد. هنفرض ان العداد راكب، هنبدا بقى نقلل الهواء لغايه ما يدخل للمسدس، يمشي في المسدس. طبعا انت اول ما بتركب الهواء عايز بقى تظبط الساعه، بتبدا تدوس سنه صغيره وتخلي الهواء يطلع وتبدا تظبط لغايه ما يسمع لك هنا 2 بار. هنا عد على الساعه اللي هي زي دي، 2 بار. 2 بار دي دون المتوسط بتاع الهواء اللي احنا بنرش بيه الدهانات، سواء ورنيش او بيسكوت او اللي هو اللون يعني او الورنيش. طيب معانا هنا 2 بار، الهواء بقى اللي طالع من هنا كام؟ 2 بار زي اللي داخلين هنا؟ لا، ال HVLB، لا، ال HVLB الضغط اللي طالع من هنا بيكون 7 من 10 او 8 من 10 بار، يعني هاي فوليوم حجم كبير او كميه كبيره من هواء، لو يعني قليل، لو بريشر طلعوا بضغط قليل، يعني الهواء اللي طلع بضغط قليل، يعني مفهوم ده يعني برضك ايه. هنفرض اللي احنا بنرش الدهان اللي معانا، طبعا البيس كود او اللون او الورنيش بينزل من هنا والهواء بيجي من هنا اهو. في مسدسات بتاخد من هنا 2 بار وتيجي تدوس تطلع لك من هنا 2 بار، الفرق ما بينهم ده بقى ايه يعني، عشان ما نطولش الفيديو هتلاقوه ان شاء الله في التعليق المثبت بتاع الفيديو ده. ولكن ده ال HVLB بيطلع الضغط الهواء اللي هنا على مسافه قريبه، عكس المسدسات الثانيه تلاقيها بتطلع الهواء مسافه ابعد. ده مقارنه بالمسدسات الثانيه، بياخد كميه هواء. ليه بياخد كميه هواء؟ يعني انت لو معاك كمبريسور صغير اللي هو ال 50 لتر او 100 لتر او حاجه وعايز ترش، ننصحك تجيب انواع المسدسات الثانيه زي الار بي او الترانستيك او الكونفنشنال. المسدسات دي دون بياكل في الهواء، فلو انت عايز تجيب مسدس ما ياكلش معاك في الهواء حاول ان انت ما تجيبش ال HVLB. ليه؟ الفتحات بتاعته اللي هنا، الفتحات دي لو هناخد بالنا
واسعه كبيره الهواء بيطلع منها، بيطلع يعني الموضوع عامل ازاي رجاله بالبلدي؟ معلش نتكلم برضك شويه. هنفرض ان بطني دي هي الكمبريسور، بطني هي الخزان بتاع الهواء. بصوا اللي هيحصل ايه، الاتش في اللي بي، انت كده مليت الخزان، الكمبريسور كده مليته تمام. بص بقى الاتش في اللي بي هيطلع الهواء ازاي، اكن دي الفونيا، اكن دي الفونيا، والبيس كوت بينزل من فوق من هنا مع الهواء اللي هيطلع. بص هيطلع ازاي الهواء، شفت الهواء اللي في الكمبريسور فضي بسرعه ازاي، زائد ان المسدس الاتش في ال بي بيطلع حبايه البويه كبيره عكس المسدسات الثانيه، بتعمل اتوميزيشن في الحبايه او تكسير في الحبايه، بتخلي الحبايه صغيره. ودوت يعني الاتش في ال بي مش بننصح بيه في رش الورنيش. هترش بيه ورنيش هيرش، بس هيحتاج بقى اللي انت ايه تقرب ايدك. ليه؟ ضغط الهواء اللي طالع اصلا يعني قليل. ممكن حد يقول طب ما احنا هنزود ضغط الهواء عادي، هتزود ضغط الهواء لكن مش هيكون بنفس كفاءة المسدسات التانية. المسدسات التانية بيطلع ضغط الهواء بقى عامل ازاي، مش كده؟ هنملى الخزان تاني بقى في مسدس غير الاتش في اللي بيبص اللي هيحصل، الخزان اتملى، الفتحات اللي هنا دي بقى مش واسعة زي كده، لا اصغر. المسدسات التانية بقى بصوا ملينا الخزان، بصوا الخزان لسه مليان. ليه؟ المكان ده صغير، عمال يطلع في كمية الهواء. احنا بنوضح بالبلدي معلش عشان خاطر ايه محدش يعني يفتكر حاجة، لكن ان شاء الله المعلومة كده هتوصل اكتر. المسدسات التانية مخنوق، فبيطلع الهواء مسافة ابعد بضغط اعلى، ضغطه عالي، مش 7 من 10 أو 8 من 10، لا التاني بياخد الاتنين بار بيطلعهم 2 بار، وموفر في الهواء. يعني لو انت معاك كومبريسور 50 لتر مثلا، المسدسات التانية غير الاتش بي ال بي هتكون موفرة معاك في كده، بالاضافة الى هتطلع لك الحباية صغيرة. ليه؟ التكسير بتاعها هتكسر لك الحباية. ليه؟ الهواء في ضغط، دي بتعمل ضغط، وفي نفس الوقت بص الهواء بيتكتم مش عايز يطلع. انت بتخلي الخزان او الكمبريسور بتاعك يعني كميه الهواء اللي جواه تفضل اطول فتره. فالمساواة ده المسدس الاتش في ال بي مسدس كويس بيرش وكل حاجه، ولكن بيستهلك كميه هواء اكبر من المسدسات التانيه. ننصحكم ان شاء الله تشوفوا الفيديو بتاع المقارنه ما بين المسدسات الاتش في ال بي والال في ام بي والال في ال بي والترانستيك والحاجات دي كلها، ان شاء الله هتفهموها عشان خاطر الناس اللي بتحب تعمل بومطه سايحه زي في الورنيش، او بتحب تعمل عربات ببومطه. يعني اللي بيحب يعمل بومطه المسدس الثاني هيعمل، لكن ده هيكون كويس. ليه؟ قلنا ده بيطلع الهواء لغايه هنا اهو، انما المسدسات الثانيه بتطلعها لغايه هنا. دون بيطلع بيفضي الهواء بسرعه، لان تصميم الوش نفسه مصمم ان هو ايه يخمق الهواء. الموضوع عامل زي ايه؟ شفت لو جبنا خرطوم ميه، لو جبنا خرطوم ميه وفتحنا الميه وسيبنا الميه كده، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتنزل عامله كده من خرطوم الميه بالظبط كده اهو اهي. طب لو وادي بدايه الخرطوم وادي الحنفيه. طيب لو مسكنا الخرطوم ده، دوسنا على الخرطوم وحبسنا، يعني مسكنا بوس الخرطوم كده زي ما ايه لو عايزين نبعد الميه بنقوم دايسين ايه نخنق الخرطوم من قدام، ايه اللي هيحصل؟ هتخنق انت هنا اهوت كده اهو، الميه بدل ما هي نازله هنا لا، هتلاقي الميه رايحه مسافه ابعد. ليه؟ انت خنقت، وبالتالي خنقت الميه، الميه في الحنفيه انت اخرتها، اخرت الميه في الحنفيه. نفس الفكره هنا اهو، انت ماسك ادي خرطوم الهواء بقى مش الميه، عمال تخنق فيه، كل ما انت بتخنق كده كل ما انت بتخنق كده الهواء بيروح مسافه ابعد. بيساعدك على ان السايل وهو نازل، السايل الورنيش او الدهان وهو نازل يبدا يقابل ضغط هواء. الورنيشه نازله عماله تتكسر، بتتفرتك هي او الحبايه، حتى تلاقي الحبايه تطلع منه عامله ازاي؟ ناعمه. يقول لك بيطلع الخرزانه ناعمه،
الاتوميزيشن بتاعه اللي هي الحركه دي اسمها اتوميزيشن، بتكسر الورنيش، مش بتكسر انها بتبوظ، لا. لو انت عايز تخلي العربيه بتاعتك مرايه سايحه يبقى تشتغل بالمسدسات اللي هي بتطلع ضغط هواء عالي. ليه الهواء ده هيساعد ان هو يكسر الحبايه، انما الاتش في ال بي هيطلع لك الهواء، الهواء عامل ازاي؟ زائد الهواء ديا هتطلع لك ايه؟ الخرزايه كبيره زي ما قلنا كده اهو. ليه؟ مفيش ضغط هواء عمال عايز يكسر الحبايه. ده طبعا بالنسبه للناس اللي عايزه تسيح ورنيش، بالاضافه الى الفونيا بتاعت المسدس، لكن الفونيا مش هيكون عليها عامل كبير قوي يعني، لان انت ممكن بالابره تتحكم في الفونيا، بدل ما الفونيا بتتحكم في كميه الدهان اللي طالعه، ولكن يعني هتكون بردك مساعدك في ايه؟ ان في كميه دهان طالعه مع ضغط هواء بتبدا، ان لو كميه الدهان دي قليله شويه انت طبعا ممكن تقلل من هنا. يعني انت يعني المقصودة رجالة فونيا واحد واثنين او واحد وثلاثة او واحد واربعة هتديك نفس النتيجة. يعني هو انت ممكن تخنق او تلف الابرة شوية تقلل كمية الدهان. ده بالنسبة للترانستيك او الار بي او المسدسات اللي هي ضغط عالي، لكن ما روحش اجيب مسدس ترانستيك او ار بي فونيا واحد وسبعة واقول انا هرش بيه الورنيش، ما هو هيكسر لي الحباية اهوت. هنا بقى الوضع يختلف، انت كده اي نعم هو مسدس خاص لتكسير الحباية، لكن انت خليت كمية دهان الفونيا واسعة جدا، يعني كمية دهان هتكون اكبر بكتير من اللي المفروض التكسير يحصل فيها يعني. ويا ريت تسيب لنا رايك في النقطه دي، احنا ما جربناهاش يعني عملي، لكن ما شفناش حد شغال لان في مسدسات ار بي اللي هي ضغط عالي واحد وسبعة على فكره او واحد وثمانية. فقول لنا رايك برضك يعني، فدنا في النقطه دي معانا، لكن هي هتكون الفونيا واسعه جدا على ضغط الهواء يعني، ومستنين رايك برضك في النقطه دي يا اخويا. الفرق ما بين الواحد واثنين او واحد وثلاثة ده فيديو لوحده، ان شاء الله مش هنتكلم في النقطة دي عن الفونيا عشان ده فيديو لوحده، ما نطولش بس في الفيديو، هتلاقوه بردك ان شاء الله عندكم في علامة اي فوق، الفرق ما بين فونيا واحد واثنين واحد وثلاثة وهكذا. فحبينا نقدم فكرة بسيطة كده عن المسدس ال اتش في اللي بقى رجالة. اي اضافة عندك يا ريت تسيبها في التعليقات تفيد اخواتك، ما تنساناش في الدعاء، ما تنساش تدعي لامواتك وامواتنا وجميع اموات المسلمين ولكل الناس اللي شغاله على القناه. المجهود ده مجهود مجموعه كامله رجاله بالفعل حقيقي، يعني بنتواصل يعني الحمد لله مع دعم فني كتير وناس كتير شغاله على القناه، وناس بتجيب لنا افكار وتطرح علينا افكار، فما تنسوهمش في الدعاء رجاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.